هذه أبرز الشروط المنتظرة للدخول إلى المغرب بعد إعادة فتح الحدود. بعد قرار المغرب إعادة فتح الحدود والسماح بالسفر منه وإليه ابتداء من يوم 7 فبراير المقبل، يتعين على الراغبين في القدوم إلى المملكة أن يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا كاملا، مع الإدلاء بنتيجة اختبار PCR لا تتجاوز 48 ساعة. وفق المعطيات التي حصلت عليها مصادرنا، فإن المسافرين القادمين إلى المغرب البالغين 18 سنة فما فوق يتوجب عليهم أن يكونوا ملقحين بثلاث جرعات. بالنسبة للأشخاص الذين مضت 4 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، شرط التلقيح الكامل واختبار PCR كان من بين التوصيات التي رفعتها اللجنة العالمية والتقنية للتلقيح ضد فيروس كورونا إلى الحكومة، حسب إفادة سعيد عفيف عضو اللجنة نفسها. وإلى حد الآن لا يعرف كيف ستتعاطى السلطات المغربية مع الأشخاص الملقحين بجرعتين فقط الذين انتهت مدة صلاحية جوازهم تلقيحهم 4 أشهر، وما إن كان سيسمح لهم بالدخول إلى المغرب أم لا.